التعاون اللي حاضر معنا اليوم. اعتقد اننا احنا بطبيعه الحال هذا اليوم هو لقاء، هو يوم تواصل، ولكن ملي جينا على اساس انه يوم تواصلي، واذا به تم مقاطعه نظرا للبرامج ديالها اللي يقال انها الشيء الكثير، وتم تسويق مجموعه المغالطات في مداخلات ديال احد المتدخلين. حنا عندنا لقاء تواصل، يوم تواصلي، اذا حبذا لا نعرج عن التعريف بالمؤسسات، نمشيو مباشره للبرامج. حنا راه طبنا، مع كامل احتراماتي الى نضرب هذه العفويه، راه طبنا بهذه القضيه ديال البرامج ولا الاولمبيك واش راه كدير، ما كتجاوزش شنو واش كيدير. اذا الاساس هو ان التشغيل الذاتي جاء في اطار خلق حلول بديله للوظيفه العموميه. اذا كاين هذه المبادرات من بينها الاقتصاد التضامني من اجل التشغيل الذاتي ديال حاملي الشواهد او ربما المعطين او غير ذلك او ربما حتى اللي ما عندهمش شواهد. اذا الله يجازيكم بخير، باش الى غادي نستافدوا منكم وتستافدوا منا ومرحبا. عطونا خويا البرامج اللي عندكم، برامج عمليه، الا كاين شي برامج عمليه مرحبا، مي غادي نعرج على المسار، واحد يعرج لي على التسميح المسار ديال العمل ديال لامبيك ديالو ولا ما نعرف. هاد لامبيك حنا راه ما عمرنا سمعنا عليها، كاينه اسمها غير ما عمرنا شفناها هنا في العيون، ما عمرنا شفناها هنا في العيون مع كامل احتراماتك. وحنا قطعناها من ديك الوقيته ديال راه كاين ربما الزملاء اللي كانوا معنا هنا من 98. اذا الله يرضيكم، كاين شي برامج ديال التمويل وضحوها وبسطوها لهاد الناس اللي حاضرين هنا. كاين الناس ربما حامله افكار، كاين اللي ديجا عندها مشاريع كتشتغل عليها، عندها اكراهات، قوموا بتدليل هاد الاكراهات لهاد الناس اللي غادي يعطوكم اشكاله ديالهم. واحد عندهم كما قال مشاكل ديال التعاونيات، راه غير التسميه كيقول لك عندنا 48 ساعه، واذا بغيت تبغي تاسس تعاونيه خصك 10 ايام باش يعطيك الموافقه على التسميه. ها؟ ربما اكثر، ياك؟ اذا الله يرضي عليكم. كاين اللي هنا عنده فكره ديال المشروع، شرحوا له وريوه البرامج اللي غادي يقدر يشتغل عليها. كاين الناس اللي ديجا حامله المشاريع وخدامه عليها، عطيو لهم، ناقشوا معهم الاكراهات والحلول ديالها بشكل عملي. لقاو يعني هذا هو بيت القصيد للقاء التواصلي، اما ماشي في التوجه ديال ما نعرف لقاء تحسيسي او حنا جينا هنا في الدعوات اعتقد ولا عندي شي دعوه اخرى، لقاء تواصلي بمعنى نزل معايا الارض كون معايا عملي. واش تسمع على هذه المداخله التوجيهيه؟ راه طيره، وحاولوا تلقاو لنا المشاكل، اللي ما فاهمش فهموه، اللي لقى عنده شي عائق بسطوه له. مي اخويا غادي نجيو نقراو العروض، راه حتى حنا عندنا في البي سي ديالنا راه جينا نهريك بالعروض. واش تسمح الله يرضي عليكم على هذا التوجيه وانسحب؟ ما بالي كان غنشرح لك، ما بالي انا كنعرف المعالج ديالك وكنتقاص معكم هذا الخوذ ديالك. اصلا غير اللي كيجي على هذا الديرا كيجي شي واحد يمر عليك. انا شنو كندير الدور ديالي؟ عارفين الدور ديالك يا استاذ؟ لا ماشي، لا سمح لي، انا في الاول فاش هضرت فقلت الزملاء ديال لابيك راه ماشي كيبغي كامل المشاريع، عندنا حوايج اخرين حنا كنديروهم، ولكن في اطار التشغيل الذاتي هذا الدور ديال لابيك شنو هو؟ المواكبه الاداريه لحاملي المشاريع. انا نقول لك نيشان وبغيت نشوف واش كاين هنا تعاونيات ازبران ولا تعاونيات دراحله ولا واش كاين حاضرين معنا هنا. دونك الاخوان هاو جاو عندنا لابيك، راني في الطور الدراسه ديال المشروع ديالو ولا غيدفع لي مضياش، فهم يكتبوك واش كاين كومونيكاسيون تواصل معاهم، واش كنتصل بهم على المعلومات ولا لا. البيزنس بلان ديال الدراسه الجدوى ديالهم راه كتتبع في الدوسي ديال التمويل ديال لي مضياش. دونك هذا باش كنقول لك الدور ديالي في هذا الاطار هذا. ما غاديش نجي في التعليقات شنو كاين، حنا ما كنكذبوش على الناس، وعارف حتى انا خدمت في القطاع الخاص وعارف المشاكل ديال البيطار وهادي كنتقاس معاك هاد الشيء، والانسان عاوتاني يكون شويه منطقي في التدخلات ديالو وسمح لي بزاف. سي بون ميرسي.